بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ده كده بالنسبه للبيور هناخد اللي هو ايه؟ الترس اللي هو بتاع سيو تمام. سمشن ريدي. هنقول سمشن. ثواني كده يا مستر، بس ادخل اخويا ثواني. طيب كده. تمام مع حضرتك مصر. طيب اتفضل. بص يا احمد، من الاخر يعني في السبمشن نوتيشن ده، لو انا جيت اقول لك مثلا سبمشن، العلامات اسمها سبمشن 2R بلس 1 من عندنا يعني، وهنا مثلا R فروم 1 تو 4 مثلا. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ايه؟ ان انت هتعوض مره عن الار ب1 ومره ب2 ومره ب3 ومره ب4، عشان هو بيقول لك الار واخده من 1 لحد ايه؟ لحد 4. طب نعوض ازاي؟ بص اهو، يعني من وان لفور. ايوه يبقى 2. طبعا في هنا علامه تايمز، طبعا لو عايز تعوض في براكت ماشي، اهو 2 تايمز 1 بلس 1 بلس. هو سمشن ليه بقى؟ لان انت مع كل تعويضه بتعمل بلس، من كل تعويضه بالتاني، اه 2 بلس 1 بلس 2 تايمز 3 بلس 1، فاهمني؟ بلس 2 تايمز 3 تمام. بلس 1، وهتطلع الليله دي كلها على الكالكوليتور وخلاص. سهلة يا عم ولا صعبة؟ صح. طيب ساعات هو يجي يقول لي ايه؟ ساعات يجي يقول لي سمشن ار باور 2، زي المسألة اللي جالك في المعاصرة دي، وقال لك ار من 1 ل 10، ار من 1 ل 10. هي بصراحة دي ظهور على الكالكوليتور اللي هي الحديثة اللي بقول لك عليها دي للسمشن، بس لو انت عايز تعوض بتاع هاجر تعملها صح؟ بتاع هاجر تعملها. تعملها بيتهيألي هي نفس يعني الفكرة، بيتهيألي خلاص اجيبها مثلا ولا؟ خلاص مش مشكلة بقى، انت بعملها في البيت بقى عشان نكسب وقت. بص انت هتعوض مره على الار ب1، تمام. 1 باور 2 بلس 2 باور 2 بلس 3 باور 2 وهكذا لحد بلس 10 باور 2، طب وهتطلع. انا اقعد افرض جاب لي رقم كبير. لا ما انت بقى تعملها بالكالكوليتور بقى، زرار السبمشن ده فاهم، هو موجود يعني. بالك اقول لك انا موجود فين اهو، شايف موجود في ازرار اللوك، موجود في ازرار اللوك فوق هنا هتلاقيه يعني، ما تقلقش. واخد نفس المنظر ده، بتدوس عليه تفتحه، طبعا هيبقى طالما هو فوق زرار اللوج هتدوس شيفت الاول. اي زرار انت هي عارف الاف اكس اللي حضرتك قلت لي اجيبها اسمها كام؟ اف اكس كام؟ 991، اه 991، وفي عندك برضه ايه؟ 991. وفي عندك 570 او 750 حاجه زي كده، يا كده يا كده. طب انت ايه الاحسن؟ قول له ساينتفك كالكوليتور بس. يعني طبعا دي افضل ليه؟ فهمت. افضل ما تحتاجش حجاره. يعني اسمع كده، لان بص فيها الخلايا الضوئيه دي، يعني هتلاقي الراجل حتى بتاع المكتب يقول لك فيها خلايا ضوئيه كده، انت ما بتحتاجش حجاره، تفضل طول الحياه تشحن طاقه ضوئيه. لكن دي ساعات ساعات بتخلص، يعني بتاخد وقت برضه على ما تخلص، تاخد لها بتاع سنتين ثلاثه على حاجه تخلص وتشتري لها بطاريه. ادي الفكره يعني. تصدق والله يا مستر انا معايا دي من سته ابتدائي وبطاريتها ما اتغيرتش ولا مره. ايوه لا بس لا، معاك مين؟ معاك اللي انا بقول لك عليها دي؟ لا معايا اللي هي الاف اكس 95. ما هي دي 90 حلوه، بس ايه، بس مع ثانوي بقى، ثانوي اصل في حاجات اكتر يعني، واخد بالك؟ في بعد كده ان شاء الله في ثانويه عامه هتلاقي الانتجريشن. انت طبعا داخل علمي صح؟ والله يا مستر ادخل علمي بس شكلي اوعى كده تقول لي ادبي عايز على هخلع من الام. الرياضه. ها؟ لا لا ادبي ايه؟ لا انا ان دخلت انت علمي، علمي كويس، انت خلاص. كويس. لا معلش، لا هو ادبي جميل، بس ايه، بس يعني للناس اللي هي بتكره الناس، لكن انت شكلك كده كويس، او يعني ايه، الناس اللي هي كويسه في الماس او اللي بيفهم ماس خلاص، ايه المشكله انه يخش يعني؟ يعني بجد يعني مستر والله نفسي في الرياضة عشان مجموعة قليلة زي ما بقول لحضرتك، بس الآن ما حصلش حاجة أروح في داهية خلاص. بس في ناس بيحب المواد اللي هي الحفظ شويه، هي ميول، وربنا خلق كل انسان في ناس ميولها يحب حفظ الجغرافيا والتاريخ والكلام ده، في ناس ما بيحبش موضوع الحفظ، بيحب المواد العلميه. لا أنا بتكلم دلوقتي ما بين علم علوم وعلم رياضة. ما فيش علم علوم وعلم رياضه، ما فيش خلاص لا في السنه دي بس، ما عادش فيه تاني من السنه الجايه خلاص. علمي موحد، علمي علوم ورياضه موحد من طب السنه دي. نفترض حضرتك عارف بقى مثلا كل شويه الكهرباء تتغير، اه فنفترض مثلا ان جه قال لك فدي الفكره بقى دي اللي لا انا لو عمال جه اتغير، اخطط لو لها جه يعني. قرار اتغير، خليك علم رياضه. الرياضه مهما يكون اسهل من البيولوجي.
تفهمني؟ والله مش عارف، مش لا لا عارف، لا مش عارف اسكت اسكت خالص. طبعا، البيولوجي حفظ برضه، هتقعد تحفظ كتير برضه انت فاهم، لكن برضه الماث طب هي الرياضة منهج زي ده عادي جدا؟ لا هو طويل شويه، طويل بس سهل برضه. اه عادي يا عم زي ده، بس هو طويل بصراحه فاهم انت؟ يعني لو بدأنا بقى نبدأ من الصيف، وبرضه البيولوجي لو بدأت هتبدأ من الصيف انت فاهمني؟ ده ملك طويل صراحه. صح. اه يعني سواء ده والبيولوجي برضه، لو دخلت بيولوجي هتبدأ من الصيف لان البيولوجي طويله برضه صح. فاهمني؟ بس ما تقلقش يعني، اصل الماث بتتفهم خلاص شكرا، مفيش قصه يعني. طيب مجرد انك تفهم المبدأ تعرف تحل. اه خلاص يا عم مفيش فن يعني. طيب بص يا عمور، بص يا عم، فالدرس ده كله بيتكلم عن الحوار ده، فممكن يتعمل كالكوليتر، فاحنا نخش على طول في اللي بعده تمام، يعني الدرس اللي هلاقيه سهل كده هنقلبه بسرعه فاهم، عشان ننجز. طب يا مستر، ايه القانون؟ اصلا مش بعرف اعمل من الكالكوليتر، بس في قانون كده كنا واخدينه، معلش يعني في ملهاش قانون، ان انت عايز تكتب، بص اهو بص، عايز تكتب سميشن مثلا ار تساوي 1 من ار ل 1 من 4 مثلا، ار باور 2 بلس 2 ار بلس 1 مثلا. اه يا سيدي، وتيجي انت تكتب الاسئله وتفتح انت زرار السبمشن ده، زرار السبمشن هتلاقيه مكتوب فوق علامه اللوج، فانت هتدوس شيفت الاول. طب ثواني كده يا مستر، اجيب كالكوليتر هاجر لاني مش بعرف اعملها خالص، اول مره ماشي اعملها اصلا. ماشي اه شيفت مع حضرتك، انا مع حضرتك. اوكي هات انا شايفها مكتوبه لك بس. يا مستر، والواحدة دي ممكن نخلصها بكرة مثلا؟ يعني نقفلها كلها ولا صعب؟ لا في دروس طويله عن الاسماتيك سيكونس، انا بقول لك احنا هنحاول ناخد درسين اهو مع بعض كل حصه، فهننجز ان شاء الله ما تقلقش فاهمني. يعني في امل يعني. هو في امل يا عم ما تقلقش والله ان شاء الله، انا بقول لك لما طب في اصل حضرتك برضه في رياضة تطبيقية، عشان كده بس انا اللي والله عمال. عارف يعني بكره ان شاء الله ممكن ادي لك، بس انا كان نفسي اخلصك المرحله دي كلها ليه؟ لان هي كلها سيكونس، يعني في الارثماتيك سيكونس بعدها الجيومتريك سيكونس، فكنا نخلص من موال الجيومتريك سهل. الجيومتريك سهله برضه لو فهمنا الارثماتيك، فكنا نخلص من موال ده كله خد بالك، نلاقي ايه يعني، يعني لما بلاقي موضوعات مرتبطه ببعضها كده نقوم واخدينها مع بعضها. زي اقول لك على حاجه، في حاجه اسمها الديريفيتيف في الكالكولس، مستر عاوز الكالكوليت. الديريفيتيف فيه كذا درس خد بالك، فممكن نقوم من ننجزهم ورا بعضهم برضه كده، يعني انا بحب لما يكون حاجه مرتبطه ببعضها انت فاهمني؟ انا ما عنديش مانع مصر، حضرتك فاضي مصر نخلص الواحدة عادي يعني. نعمل ايه؟ لو حضرتك مثلا فاضي نخلص الواحدة، انا ما عنديش مانع يعني. يا عم ماشي ما تقلقش، بس انا عندي درس بعدك والله، انا هحاول اظبط لك ميعاد ان يكون انت اخر واحد، بس اصبر بس يعني خلاص تمام ما يا مستر. تقلقش هنخلصها والله، مش الامتحان لسه يوم 26؟ احنا النهارده كام؟ النهارده 15، النهارده 17 صح؟ صح. المستوى ده 17. طيب هنلحق يا عم بس ان شاء الله ما تقلقش، انا هنعرف بقول لك على ايه، الله يا مستر، بإذن والله الله. ما صح. تقلقش، اصل في عندك في الكالكولس حاجه اسمها الديريفيتيف، الديريفيتيف دي كذا درس، انا شايفها في المنهج اللي نازلينه كذا درس، بس هما ممكن تتلم مع كنت بعضها واخد منها جزء كده، ما تقلقش، جزء ان انت تتلم تجيب مع الاكس بعضها. كده، وصح. اه تتلم مع بعضها، في حاجات تتلم مع بعضها، الابلايد نفس القصه، في حاجات. تمام، بس جبت الكالكوليتر رامز. طيب فانت هتدوس شيفت والزرار ده خلاص، هتظهر لك علامه السبمشن بس صح؟ تمام. ظهرت لك علامه السبمشن صح؟ تمام. تقول لك كده، شفت العلامه دي كده؟ تقول لك كده بقى، ظهر المنظر ده قدامك؟ ها؟ ظهر المنظر ده زي الفل، الاكس هي الار، اكتب هنا 1 اكتب هنا 4 اكتب فور. زي ما مكتوب، هنا في 1 تحت وهنا في 4 فوق فور وفتحت وان. تمام ماشي. تمام. جوه بقى الار هتكتبها ايه؟ هتكتبها اكس، طب الاكس بتكتبها من ايه؟ من زرار اسمه شيفت الفا الفا لا الفا، ام اي والزرار اللي اي هو عليه براكت، بص في زرار عليه في براكت كده وعليه اكس من فوق كده
انت الفا الفا وبيتا. اكس. تمام. ها واكتب بقى الباور 2، واكتب الحاجات دي كلها. تو الفا اكس بلس 1 بس خد بالك في باور طلعت لي 2، 54. بس خلاص في باور 2، خد بالك كتبت الباور 2. طلعت لي 54. ايه الرقم ده بقى بالظبط؟ اللي هو اخر رقم ولا ايه؟ الرقم ده ان هو بعد ما هي عوضت في كل واحده وبعدين جمعتهم قامت تطلع لك الانسر النهائي. فهمت الفكره ايه؟ امال يا مستر يعني ايه اللي هو بقى ان بلس 1 2 ان بلس 1 اوفر 6 ده؟ ايه القانون ده؟ لا لا لا، مش محتاج قوانين انت في القصه دي. هو انت بعد ما تخلصها مش في ده بقى، يعني هو مش هيطلب منك انك تطلع رول او لا او بتاع زي كده. عشان كده تشوز اصلا، فمش هعرف بقى ايوه انا ايوه عملت ايه بص، ولا. لا بص يا سيدي، انت بقى هتستخدم القوانين فين بقى؟ في الارثماتيك سيكونس. ماشي؟ في الارثماتيك سيكونس. اللي جاي يعني. هي دي كلها شغلها كده، كلها احمد كده تعويضات يعني. تمام؟ الكالكوليتر كله. الصراحة أكتر مادة بكرهها الجبر. ايه يا عم، بس انت فهمت يعني القصه دي؟ خلينا فهمت. بقى على تمام. الماتيك سيكونس بقى، وركز لي يعني معايا. يا مستر السمشن تحت من الرقم لفوق للرقم اللي لفوق. زي ما هي مكتوبه، مش في رقم تحت ورقم فوق، اكتب رقم تحت ورقم فوق. طب تعالى لي بقى على الاريثماتيك سيكونس يا بطل، هي دي بقى الشغل. مش شغل يعني صعبه، بس يعني اقصد يعني ايه؟ يعني هي دي اللي لها عروض من ناحيه. بص بص، الجد بقى يعني. الارثماتيك سيكونس، بص يا شباب، هي عباره عن ايه؟ لما اجي اقول لك مثلا 1 3 5 7، انت ملاحظ دي عماله تزيد بمقدار ايه؟ 2، صح ولا لا؟ دي انفايت سو انفينيت. دي لا، دي انفينيت، دي انفينيت، ما مش منتهي. ايه؟ مش منتهي. تمام، بس بتكلم على حاجه، لو انت ملاحظ حاجه، هي عماله تزيد كل شويه 2، صح ولا ايه؟ يبقى تي ان استنى، اصغر من لا تي مش ان بقول تي بلس ان 1. ولا حاجه بقى، خليك بس معايا دقيقه. انت بتطلع حاجه اسمها ايه؟ ايه اللي هو الترم الاولاني؟ اسمه ايه؟ اللي هو انت كل شويه عمال تزيد 2، صح؟ كل شويه عمال تزيد 2، او بمعنى صح يقول لك اعمل ده ماينس ده، ده ماينس ده، الثاني ماينس الاول. يبقى تو بس كده. طلعت دول يا بطل. لو طلب منك بقى قال لك ايه؟ ساعات يقول لك هات لي الترم ال 50. مش ده الترم الاولاني؟ ده تي 1، خد بالك، ده تي 2، ده تي 3، وهكذا. خد بالك، تي 1 ايكوال 1، تي 2 ايكوال 3، تمام؟ تي 3 ايكوال يبقى 2، 50. يقول لك هات لي تي 50. في قانون بقى بيقول لنا ايه؟ بص بقى، قانون بيقول تي ان ايكوال اي بلس ان ماينس 1 تايمز دي. القانون ده بيسموه جنرال تيرم او nth term. طب ده ينفع لي في ايه يا باشا؟ لو يبقى قال لي اكتف تي الترم ال 50 50، ايكوال صح؟ لو قال لي الترم ال 50 يبقى تي 50 ايكوال، هتعوض عن ال n ب 50، ال a بكام؟ ب 1 بلس ال n هتعوض على ال 50 ماينس 1 ال d، خد بالك فينا تايمز تايمز ال d. هتحسب الليله دي كلها على الكالكوليتر هتلاقيه طالع لك 99، يعني الترم ال 50 اللي هو هيبقى هناك هنا كده هتلاقيه 99. سأل عمر، ممكن اجرب احل واحده كده مثلا. سأل احمد، ما خليك تعمل، هات لي طب تي 10 كده. مستويني تي 10 في نفس ال equation كده. بس انا ماشي في نفس السيكونس دي. مع حضرتك. تمام. equal ال A1 plus 9 times 2 19. بس فاهمني؟ فقال لك طب نفهم من كده ايه بقى؟ ان التي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ وانت الان كده كده بتنقصها 1، يعني 10 ماينس 1 ب 1، صح؟ معايا يا احمد؟ دي. طب لو هتجيب مثلا تي 5، عندك الـ A بلس وبتنقص دي 5 ماينس 1
4 دي. قال لك انت كده عندنا لما انا اقول لك تي 5 هتقول لي ايه بلس 4 دي، تي 3 هتقول لي ايه؟ ايه تي 3 ايكوال ايه بلس 2 دي 2 دي وهكذا وانت ماشي بقى كده. تي 100 تي 100 ايكوال ايه بلس 99 دي. اه ليه بقى؟ لان الرول اهي بتقول لي هنا ان، هنا ان ماينس 1، هنا ان، هنا ان ماينس 1. طب الحركه دي هتنفعنا في ايه؟ هتنفعنا دلوقتي في مسائل واحنا بنترجم. هوريك دلوقتي ازاي. هو ده كده مبدأ الدرس يعني. اه بس لسه بقى. بص بقى يا سيدي كده، ده لو احنا عايزين نجيب الترم. طيب لو احنا عايزين نجيب ايه؟ مجموع بقى. يعني مجموع ازاي؟ يقول لك لو احنا عايزين نجمع مثلا من السيكونس دي، عايزين نجمع مثلا اول 20 ترم بقى. يعني مثلا ايه؟ find the sum of first 20 terms. The sum of first 20 terms. انا المفروض اقعد اعمل ايه بقى؟ اعمل 1 plus 3 plus 5 plus 7 20 واحد بالمنظر ده. قال لك لا، لا قانون. القانون دي ايه؟ تي اس ان، اس ان اختصار سم. شفت القانون اللي فات اللي هو ايه بلس ان ماينس 1 تايمز دي؟ حط هنا 2، حط هنا ان اوفر 2. يا احمد مش معايا. احط 2 وهنا ان اوفر 2. مش القانون اللي فات كان ايه بلس ان ماينس 1 تايمز دي؟ زودنا له هنا 2 وهنا ان اوفر 2. مش كده؟ طيب تمام. ده القانون بتاعه خاص بالصم. يعني انت عايز تجمع 20 ترم تقول لي اس 20. هتعوض عن الاس 20 يبقى 20 اوفر 2 هنا 2 تايمز الاي بكام؟ 1 بلس 20 ماينس 1. معلش معايا. طب خليها واحده واحده. 20 ماينس 1 تايمز دي اللي هي بكام؟ احنا قلنا دي ب 2. انا عامه انا بقى بطلع الاي والدي على جنب، الاي ب 1 قوم حاسب الليله دي كلها على الكالكوليتر. تمام. فاهم حاجه؟ فهمت. ده لو انا عايز اجمع 20 ترم، عايز تجمع 50 ترم نفس القصه. عايز تجمع 50 ترم بس اس 50. اوفر 2 بعد عن ان 50 بس. برضه 2 تايمز 1 اللي هو الايه؟ الايه 1 بلس 50 ماينس 1 تايمز دي اللي هي 2. وتطلع الاجابه على الكالكوليتر. صح. ايوه مش فاهمة. يبقى ان اوفر 2 اي 2 اي ان ماينس 1 اي بلس ان ماينس 1 تايمز دي. لازم احفظ القوانين دي. طيب قال لك بقى، طب افرض انا ما اديتكش السيكونس وقلت لك هات لي انت السيكونس. ازاي الكلام ده بقى؟ يبقى انا كده محتاج اجيب ال A وال D. يعني جاي لك ايه مثلا؟ بص فاين ده اريثمتيك. بحاول الخص لك الدرس بقدر الامكان. ان ويتش بس عشان اعمل لك كده. تعالى بس شباب نلفها لك. بس تي 3 بلس تي ثانية واحدة بس بلس تي 5. بس انا بألفها بس دي عشان تطلع مظبوطة معايا. ايكوال 36.
بص بقى، مسألة شاملة جدا بقى. بص هقول لك ايه زين. طيب أول حاجة في تيرم نمبر 2 ذا اوردر نمبر 2 سم اوف 20 تيرمز نمبر 3 يبقى حل. كده الإجابة القانونية. ايوه انا بحاول اجيب لك مساله شامله. اوردر اوف تيرم هوز فاليو يعني هوز فاليو 23. بص بقى هو كده عاوزني اجيب ايه؟ عاوزنا نجيب ال مسألة مهمة جدا يا التيتن. عم، مسألة مهمة جدا عشان اصورها بس فيها. هتبقى مستر، عايزني اجيب هتبقى لك شملت كل حاجة يا احمد. الايه التيتن دي المفروض ايه بلس 9 دي. ثانية بس نبدأ من الأول. تي 3 ماينس تي 1. طيب هنترجم بقى. التي 3 اسمه ايه؟ مش اسمه ايه ايه بلس بلس 2 دي ماينس تي 1، مش هو اسمه ايه؟ تي 1 اسمه ايه؟ ايكوال 6. دي المعلومه الاولى. لا يا مستر، بس المفروض ال T1 equal A plus لا تي N 1 أو هو ايه؟ 0 تاني تي 1 الترم الاول دايما اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ماشي equal كده؟ 6. تمام. طيب خد بالك المعلومه الثانيه، نصفي دي شويه. الايه هتروح مع النيجاتيف ايه؟ يبقى 2 دي ايكوال 6 صح؟ معايا يا احمد؟ يبقى دي equal 3. يبقى دي ايكوال 3. طب خش ارجع بقى اعوض بقى تاني بقى. 2 تي 4 بلس تي 5 ايكوال 36. ادي 2 تي 4 اللي هو ايه بلس 3 دي بلس تي 5 اللي هو ايه بلس 4 دي صح ولا A ايه؟ plus 4 D ايكوال 36 مظبطه. اعمل 2 times A يبقى 2 A 2 تايمز plus 3 D plus A plus 4 4 D ايكوال 36 صح كده؟ طب جمع الايهات 2a و a يبقى بيكون 3 A plus 6 فوق 10 دي. 6 7 D. لا 6 مع 4 يديك 10 دي. لا 4 و 3 يبقى 7 D. فين ال 3 دي؟ لا يا عم انا هنا 6 بلس 4 يبقى 10 دي. 10 دي. تمام. ايكوال 36 خد بالك دي الايكويشن. انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعرض من الايكويشن دي في الايكويشن دي. ازاي؟ حط الدي بي 3 هنا، ايه اللي هيحصل؟ بقى 3 ايه هيجيب لي ليه؟ بس كده. انا شفت بقى، انا بقول لك ان انت تمشي علم رياضه مش مصدقني. ايكوال مجرد ان انا جبت الاي والدي كده المساله اتحلت، بحيث القانون بتاع المساله السمشن بقت عاديه زي اللي 2 فاتت بالظبط. 3 ايه 2 ايه 36 هتودي ال 30 الناحيه الثانيه، يبقى 3 ايه ايكوال 36 ماينس 30 يبقى 3a equal 6. هي طويله بس جايبه بعضها يعني، فاهم؟ الايه طب طلعت بس ايه الاوردر اوف تيرم بقى؟ لسه جاي لك. بس الاوردر اوف تيرم اللي هو الام، انت كده جبت الايه وجبت الدي صح؟ يبقى هي السيكونس، كل السيكونس يبقى 2 وكل مره بتزود 3 5 8 11 13 صح كده؟ طيب انت معلش معايا، ما خد بالك انا ال اسمه ايه ده؟ ثانية واحدة كده بس. معلش ده عمر الموبايل بس لان حاجة اسمها باكنج. ماشي تمام يا احمد. اللي انت جبت حضرتك بس. ما انت جبت الاي والدي. الاي ده الترم الاولاني كل مره بزود 3 يبقى 2 5 8 11 اند سو اون صح؟ طيب طالما جبنا دول انا اقدر اجيب الايه بقى؟ اقدر اجيب المطلوبات اللي بعد كده. قال لي هات لي تي 10 امسح بس دي انا اكمل تحتها خلاص يعني انا كده معايا الاي ومعايا الدي، يبقى بس. ايه بلس ايه بلس 9 دي. الاي جبناها بكذا وهنعوض بقى وخلاص سهل. وتجيب ال 3 انت عايز تي معايا 2 ال اس ايه بلس 9 دي خلاص، يبقى الايه ب 2 بلس 9 في 3
تطلع الإجابة 29. طب عايز تجيب sum of 20 terms، قانون الصم. 20 over 2 ايوه الله ينور عليك. 2a plus 2a 2 times a plus n minus 1 20 minus 1 صح؟ صح كده. هو sum of 20 يبقى 20 over 2 بكام؟ ب هنا بقى 2 over times 10 plus 20 minus 1 times d اللي هي 3. دي. هتحسب الليله دي كلها خلاص على الكالكوليتر. طب ايه بقى اوردر ده؟ الاوردر هضطر اكتب قانون التي ان. بص تي ان ايكوال a بلس n ماينس 1 تايمز دي ونعوض. هو الترم الفاليو بتاعته كام؟ مش 23؟ ايكوال 23، بكتب ايكوال 23 وتبتدي تعوض. الاي بكام؟ ب 2 بلس الان هي الاوردر اللي انا عايزه. الان هي الاوردر او تايمز الدي اللي هي ب 3 ايكوال 23. خلاص يبقى 2 هتسيب ال 2 ال 3 هتدخلها تايمز ده تايمز ده يبقى 3 ان ماينس 3 ايكوال 2. طيب سيب ال 3 ان 2 ماينس 3 اديك 1 ايكوال 23 وادي ال 1 الناحيه الثانيه. شغل بقى عادي بقى 3 ان ايكوال 24. معلش معايا؟ لا 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 مع حضرتك. وادي ال 3 بالديفايدد يبقى ال ان ب 8. يبقى معنى كده يا بطل ان الترم الثامن هو اللي هيساوي 23. ادي الاوردر. الاوردر يعني الترم رقم كام هو اللي هيساوي. طب ده الدرس كده؟ نعم ده الدرس؟ ده الدرس كله بيتكلم عن كده. يعني نبدا نحل يعني. تمام نبدا نحل من ورا يا مستر ولا ايه الدنيا؟ من ورا ازاي؟ من الدرس التاني للدرس التالت وخلاص ولا ايه؟ لا سيبك من الدرس بقى التاني خالص. احنا ممكن ناخد ايه؟ التاني ده كله كالكوليتر. ما احنا اتفقنا هنشتغل في التالت ده على طول. خدت بالك؟ يعني اخد معاك كالكوليتر في الامتحان. هتاخد ايه؟ اروح اشتري الكالكوليتر دي عشان احتاجها. يا عم بتاعت هاجر دي وخلاص معاك خلاص شكرا. طالما كده زي السبمشن هاجر عدوتي. ليه يا هتاخدها يوم انت هتسافر بيها دي تعمل لها قضيه. هتاخدها وتهرب وبعدين تعتبرك زي اخوها يعني. تعتبرني بقى. تعتبرك زي اخوها مش كده يعني. تمام اهو تمام بقى كده هنبدا نحل يا مستر. على طول. بص بقى هات لي ايه يا ريس. اريثماتيك سيكونس. اديك ايه؟ طيب هو الجيومتريك ده ايه يعني؟ رسومات وانا اللي بحل؟ لا الجيومتريك برضو نفس القصه بس القوانين هوريها لك برضو على فكره. يعني احنا ان شاء الله الوحده دي ممكن تكون خلصانه بعد بكره. ها؟ الواحده ممكن تكون باذن الله خلصانه بعد بكره. والله ممكن بكره كده يعني. الواحده لحد ايه؟ بعد الجيومتريك الواحد فن؟ لا لا هي الوحده دي بس لحد الجيومتريك سيكونس سيريز بقى. شو الجيومتريك سيريز؟ سيريز هي الجيومتريك سيكونس هي هي يعني بس تكمله لها كده يعني. بس الجيومتريك بصراحه لازم الجيومتريك لازم تتاخد لوحدها. اقول لك ليه يا احمد؟ لان الايكويشنز بتاعتها رخمه شويه. يعني الجيومتريك سيريز والسيكونس هناخدهم مره واحده؟ ممكن ناخدهم مره واحده مع بعض. طيب والدريتيف ولا مش فاكر اسمها ايه؟ الديريفيتيف. الديريفيتيف تبع الديفرنشيشن. الديريفيتيف هتاخد وقت صح؟ الديريفيتيف ده ان شاء الله ممكن ننجزه مثلا يجي ثلاث اربع حاجات مع بعض في مره. ما تقلقش. فاهم؟ كلها مسائل يعني. احنا ممكن بص اقول لك على حاجه. يعني مش فاضل اسبوع. انا ممكن ما ناخدش مش يعني مش شرط. يعني ما تفتكرش حتى لو خدنا كل يوم. حتى لو خدنا كل يوم ممكن ما ناخدش كل يوم. ولو خدنا كل يوم حتى مش هناخد الايام دي كلها في المنهج يعني. ما تقلقش. ممكن انا بس اهم حاجه يا مستر يعني الواحد بس يحل حتى يتعود يحل مسالتين ثلاثه كده. حل يعني. هتحل. بس انا الفكره الارثماتيك ما اقدرش ادالك مع الجيومتريك. ليه؟ الجيومتريك سكه ثانيه خالص. فاهم حاجه؟ لا هو الترم الجاي الواحد هيبدا بدري بقى. الترم الجاي هتبدا كده
ونحدد ميعادين ولا حاجه في الاسبوع ولا ثلاثه، ونبقى ماشيين براحتنا. مثلا اه بإذن الله. واحده الجبر، واحده كالكولس مثلا، واحده تريك، نبقى ماشيين براحتنا خالص. صح، اه مفيش يعني ايه، مفيش ضغوطات ولا أي حاجة. اه طبعا فاهمني؟ تمام، أجيب بيجي كام؟ اه هات بقى البيج اللي بتاع الارثماتيك سيكونس سي عندك، اللي هي ايه؟ اللي هو الاسم فيه بقى على طول. لسون 3. الاسم فيه قلنا مش هنحل عليه بقى لانه كله كالكوليتر يا احمد، فاهمني؟ ضغطت عليه عرفت تعملها بالكالكوليتر ازاي؟ مفيش فرق. لسون 3 جبتها. تمام. طيب بص يا سيدي، اول حاجه بيقول لك all of the following sequence are arithmetic except. ار يعني ان ارثماتيك الارثماتيك اكسبت بتزيد 3 لما 7 تخلص 7 كارت. يبقى 3 سنة ونص. طب هقول لك على حاجه يا احمد حلو. تحب مثلا اقوم سايب لك الصفحتين دول تحلهم وارجع اعملهم تشيك معاك، يعني سيبك مثلا 10 دقائق فيهم تحلهم. انا بعمل كده مع كل الناس، يعني تمام. ايه رايك اسيبك فيهم 10 دقائق تقوم انت حللهم؟ هتبقى منجزه معانا على الحركه دي جدا. هتقوم انت حللهم تمام وانا اعمل حتى تفكر فيهم براحتك، وانا اقوم اعمل لك تشيك لهم، فاهم حاجه؟ تمام تمام ايه رايك؟ خلاص تمام بدل ما ناخدها مساله مساله هتضيع وقت معانا. يعني انت بس تاخد ايه؟ خلاص تمام كفايه بيج 1 و2، يعني كفايه بيج 1 و2 اللي هم ايه؟ بس هتخلصهم. اه يعني بيج 3 حاجات مكرره، لو لقيت حاجه بيج 3 اقولها لك، بس يعني ايه؟ بيج 1 و2 اللي رابطين ليه؟ ما عنديش مشكلة يا مستر. تمام يعني هسيبك فيهم مثلا ايه؟ 10 مينتس كده. تمام المساله بقى حل على طول. تمام؟ يعني نمبر تمام 1 تطلع كذا، نمبر 2 الا لو احتجت ستيبس في حاجات. طب في حاجه خلاص بقى تمام. مهمه قوي، حته مهمه قوي. لو جه قال لي مثلا سيكونس زي دي كده اي واكس مثلا و6 اكس ومثلا و6 مثلا و8 بلس 5 مثلا، وقال لي دي اريثماتيك سيكونس. بص هي دي ميزتها حاجه، ان انا عندي كل ترم ماينس اللي قبله بيساوي كل ترم ماينس اللي قبله. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا عندي اكس ماينس 3، خد بالك تمام هي 2 اكس بلس 5 ماينس 6، يعني اكس ماينس ايكوال، وممكن تعملها 6 ماينس اكس كمان. تمام؟ مستر ما فهمتش الحتة الجزء ده خالص اقول تاني. لك على حاجه، بص اما اقول اما انا قلت لك السيكونس 2 5 و8 و11 وكده، بتطلع حاجه مش 5 ماينس 2 هي نفس الاجابه بتاعت 8 ماينس 5؟ تمام صح ولا لا؟ م-م. تمام يا احمد؟ هسهلها لك انا شويه. سيكونس زي دي يا عم، مش انا عندي المفروض الثاني ماينس الاول يساوي الثالث ماينس الثاني؟ جربها، 5 ماينس 2 هيديك 3 و8 ماينس 5 برضه هيديك 3، ولا ايه؟ الو، ايوه معلش يا مستر، خرج معايا بالغلط. لا ولا يهمك. بص انا هشتغلها لك على المساله الموجوده على طول اللي هي نمبر كام؟ بص نمبر 4 عندك، بص نمبر 4 نمبر فور يبقى لانه خلصنا مساله بقى. هقول لك فور بس فور اللي تشوز. هقول لك بس حاجه صغيره كده. هو انا لما اقول لك مثلا السيكونس اللي احنا قلناه لك 2 5 8، مش انت هتلاحظ حاجه ان 5 ماينس 2 هي نفس الاجابه بتاعت 8 ماينس 5 ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. فاحنا هنلعب على اللعبه دي هنا. هو بيقول لي في المساله نمبر 4 ايه؟ قال لك اه مستر فهمت، يبقى انا اعمل لهم الاثنين ماينس والاثنين ايوه ماينس برضو ايوه ايكوال، وفي الاخر اجمعهم مع بعض. لا استني بس دقيقه، هات المساله نمبر 4 كده. هو بيقول لك ان 2 ايه بلس 1 و5 ايه ماينس 1 و6 ايه بلس 3، بيقول لك ان دول عاملين اريثماتيك سيكونس صح؟ اه ماشي يا مستر، يبقى انا هكتب 5a plus 1 minus 2a لا plus 1 equal 6a ايوه plus 3. بس خد بالك من حاجه عشان الاشارات، بس انا عامل 5a ماينس 1 انا عايز اعمله ماينس مين؟ ماينس ده لازم يتحط في براكت ماشي ماشي ماشي، ايكوال ايوه وبعدين ده
يعني 6 a بلس 3 ماينس 5 a ماينس 1. انت معلش معايا؟ الاشاره بقى النيجاتيف هتحول ال 2 a الله ماينس ينور 1 عليك، وتبتدي والنيجاتيف في الليله بقى يبقى 5 a ماينس 1 بس. غلط لك دول كيف فهمنا احنا ولا صعبه؟ لا لا فاهم حضرتك. 6 a بلس 3 النيجاتيف تخش غرك الليله دي يبقى نيجاتيف 5 a بلس 1. هات بقى الايهات مع بعضها يعني بص حتى ممكن تجمع دي شويه 5 ماينس دي ماينس 8 دي 3 ايه دي ماينس 2 6 دي ماينس 5 دي هيديك 1 ايه بلس 4. هات الايهات مع بعضها تمام سهله سهله فاهم فاهمني ولا لا؟ يبقى 2 ايه ايكوال 6 يبقى الاي ب 3. طب معلش مع عمر احمد ولا عارف اهو استر اهو بس دي الفكره بتاعتها بس هتقابلك حاجه زي كده هتقابلك فكره من الافكار تمام ماشي ماشي ابدا احل يعني ابدا احل بقى صح حل لي الصفحتين دول هسيبك 10 مينتس كده وارجع اعمل لك تشيك معاهم اوكي ماشي تمام يعني اول ما اخلص ابعت لحضرتك على الواتساب بتقول ايه بتقول يا احمد اخلص ابعت لحضرتك على الواتساب ولا خليني لا خلص بس مش مشكله خلصوا موريني خلاص موريني اللي رن عليك ماشي انا ماشي انا خد بالك انا موجود انا بس